معانا دلوقتي الجنوب افريقي كيفن جونسون المدرب السابق للنادي الاهلي مساعد بيتسو موسيماني. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. مساء الخير وشكرا لك على استضافتكم لي، ومساء الخير على كل متابعينك ومشاهدينك. بداية بالتأكيد لازم أسألك عن الخسارة الكبيرة للنادي الأهلي أمام صن داونز بخماسية، كيف شاهدت هذه المواجهة ولماذا خسر النادي الأهلي بهذه النتيجة الكبيرة؟ بداية أود أن أخبرك أنني قلت وصرحت قبل هذه المباراة أنها سوف تكون مباراة صعبة للنادي الأهلي، لأن في اللحظة الحادية أن صن داونز هو لديه تمركز خططي ولاعبي على أعلى مستوى في هذه اللحظة التي أتحدث إليها. نعم، لقد طور العديد في الكرة الجنوب أفريقية، وبالتالي كان من الصعب للاعبين النادي الأهلي أن يجاروا مستوى هذا الصعب من المنافسة، ولم يكن لديهم أن يفعلوا ما بوسع ذلك أو أفضل من ذلك أن يقدموه في هذه المباراة. وأن أخبرك أن النادي الأهلي لم يأتي للمباراة، للأسف الأهلي لم يصل لجنوب أفريقيا على أنه أفضل فريق في أفريقيا. عليك أن تعلم أنك ذاهب كأفضل فريق لأفريقيا وبطل أفريقيا لمواجهة فريق على قدر عالي من الجودة. الفكرة كانت بأن التمركز الخططي وتحضر التمركز الخططي اللاعبين كان يكون أكثر من ذلك، بأن تواجه على فريق بهذا القدر العالي من المستوى في جنوب أفريقيا. نعم، أنا أقول لك أن صن داونز لعب مباراة عالية، ولكن بالرغم من أن الأهلي سجل هدفين لبيرسي تاو ومحمد شريف، ولكن لقد اتسع رقعة الملعب وكان هذا الشكل أفضل لنادي الأهلي، حيث كانت هنالك العديد من المساحات الخالية التي خلقها لاعبي النادي الأهلي لفريق صن داونز، فبالتالي استغل فريق صن داونز تلك المساحات وحاول تسجيل العديد من الأهداف كما فعل. في هذه اللحظات الأهلي لم يكن لديه اللاعبين على مستوى الهجوم، لم يكن لديه تفوق عددي على مستوى الهجوم ولا العديد من اللعيبة في مراكز الهجوم. حاول الأهلي أن يلعب مباراة دفاعية، حاول صن داونز استغلال كافة المساحات في خلف خطوط دفاع النادي الأهلي، سواء على الأطراف، سواء في العمق، سواء على وسط الميدان، كل هذا سنح الفرص. فبالتالي أن الأهلي للأسف كأكبر فريق في أفريقيا لم يلعب المباراة بشكل جيد خططيا. نعم، أعرف أن هنالك ربما بعض الإصابات للاعيبة للأهلي أو بعض عدم الجاهزية للاعبين، ولكن أنت عليك أن تعرف قيمة ذاتك كأفضل وأكبر نادي في أفريقيا، وعلى الأهلي أن يلعب مباراة أفضل من ذلك وأن يلعب ويؤدي بشكل أفضل كي ينافس على هذه المستويات العالية. أنت دربت النادي الأهلي وقلت الآن أن النادي الأهلي هو أكبر نادي في القارة الأفريقية، هل في رأيك أن أكبر نادي في أفريقيا كان من المفترض أن يلعب مباراة دفاعية بطريقة دفاعية أمام صن داونز؟ نعم، هذا كان مدهش لي، فكيف لك أن تلعب بشكل دفاعي في صن داونز في جنوب أفريقيا؟ كيف أن تقوم بوضع خمس مدافعين في الخلف أمام مهاجمين خطرين؟
لم يكن التمركز الدفاعي للأهلي أفضل شيء برغم التمركز الدفاعي، ولكن في رأيي الشخصي كان هنالك تفوقا لسان داونز، أنه كان هنالك عمقا هجوميا في دفاعات الأهلي قد تم اختراقه لأكثر من 65 مترا طوال أحداث المباراة. الأهلي لم يلعب بشكل جيد في التمركز الخططي، فبالتالي كان سان داونز لعب المباراة بسهولة عالية وكان يمرر تمريرات حاسمة وسريعة في تفاصيل صغيرة أثبت قدرته هجوميا. الأهلي لديه مواجهة قوية جدا ومهمة جدا أمام القطن الكاميروني يوم الجمعة القادمة، سان داونز لديه مباراة أمام الهلال يوم السبت القادم. هل تتوقع صعود النادي الأهلي عن هذه المجموعة أم تتوقع خروج النادي الأهلي؟ عليك أن تعرف أن الأهلي لديه الفرصة كبيرة للتأهل، إن يتخطى قطن سبورت عليه الفوز، عليه الفوز على الهلال والقطن، فبالتالي على اللاعبين أن يعرفوا أنهم ينبغي علينا الفوز حتما، علينا اللعب، وفي حالة أنه فوز سان تاونز على الهلال والقطن اعرف لا أعتقد، هل تعرف أن الأهلي سوف يلعب في السودان إذا كان أعتقد أن النادي الأهلي سوف يلاقي سان داونز وبعد ذلك سوف يذهب سان داونز إلى الكاميرون ليلعب ضد القطن الكاميروني، ففي هذه المباراة ينبغي على سان داونز أن يهزم على سان داونز أن يهزم الهلال والقطن، وبالتالي على الأهلي أن يكسب ويفوز على الهلال وعلى القطن. طيب، بحسب معرفتك بنادي سان داونز وأخلاقيات نادي سان داونز، هل تتوقع أن سان داونز قد يتساهل أمام الهلال السوداني في مباراة السبت ويصعد الهلال وسان داونز سواء إلى الدور القادم، أم أن سان داونز هيلعب مباراة بجدية أمام الهلال للفوز بيها؟ لا أعتقد ذلك، أن فريق سان داونز هذه ليست عقلية سان داونز، لا يمتلك لاعبي ولا نادي سان داونز هذه العقلية التي تتحدث عنها. في هذه اللحظة أنا أعرف تمام المعرفة أن فريق سان داونز لديه جهاز فني على قدر عالي من المستوى وأنهم يلعبون بروح عالية أمام الهلال والقطن في المباراتين الفريقين. أنا أعتقد أن سان داونز سوف ينهي دور المجموعات بأفضل مستوى وأفضل شكل. لا أعتقد أن سان داونز يخطط لإخراج النادي الأهلي ويقوم بتأهيل أو بالخسارة أمام الهلال ليخرج بالأهلي خارج البطولة. الجنوب أفريقي كيفن جونسون، سؤالي الأخير ليك، بيتسو موسيماني من وجهة نظرك هل رحل عن النادي الأهلي، أو معرفتك ببيتسو موسيماني يعني بحسب معرفتك لبيتسو موسيماني هل رحل عن النادي الأهلي بإرادته؟ مرة أخرى، هل بيتسو موسيماني بحسب معرفتك به هل رحل عن النادي الأهلي برغبته أم رحل عن النادي الأهلي مجبرا؟ No, I'm sorry. I have no comment on that. I think you need to speak to Mr. Musimani. أنا ليس لدي تعليق بهذا الأمر، عليك التحدث للسيد موسيماني، ليس لدي أي تعليق سيد كريم. الجنوب أفريقي كيفن جونسون المدرب السابق للنادي الأهلي ومساعد بيتسو موسيماني السابق، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة المهمة جدا.